ما فكرت تسوي شركة حراسات أمنية للنجوم؟ نجم وائل جسار ماشي محتاج أحد يحميه في منطقة معينة. لا وائل يدق علي وخلاص. أنا أحتاج يعني ما أتوقع أن في تحتاج شركة و... بس بدي أقول لك شغلة، هيدي قصة البادي جارد والأخبار هيدي للفنانين، يعني ما عم بفهم إذا أنا كفنان الناس بتحبني من شو بدي خاف؟ صح، بس من شو بدي خاف يعني؟ ما في شيء خاف منه، جزء من الشو يا وائل بالمنطق شو ها ها. لكن ما حتى في فنانين يعلنون دفاع عن النفس ودفاع ما بعرف شو. هلا بجيب انا 80 شخص وراي بعمل شو يا سلام بيلبق لك. لا الله يخليك، بس يعني عم بيزيدوها شوي بهيدي. مين في بالك؟ في حدا ببالك معين؟ لا والله في كتار صاروا كتار كتير يعني في باله واحد لا يمكن يجاوبك. صاروا كتار كتير وكل واحد انه هو وبس يعني.